أعلنت الحكومة استعدادها لاستقبال عيد الأضحى المبارك بضخ كميات كبيرة من اللحوم الطازجة، حيث تم التعاقد على ما يقرب من 30,000 رأس من الماشية الحية لتصبح بالمجازر المصرية، ويتم بيعها عبر عدة منافذ منها 1350 مجمعا استهلاكيا. وأكدت الحكومة أنه تم ضخ اللحوم والدواجن في المنافذ التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بتخفيضات تتراوح ما بين 15 إلى 20% عن مثيلاتها في السوق المحلية، مشيرة إلى أنه سيتم تكثيف ضخ اللحوم السودانية والجيبوتية الطازجة من مجزر الوزارة بالبساتين استعدادا لعيد الأضحى، مستهدفة طرح 20,000 رأس ماشية طازجة من خلال 1500 منفذ متنوع ما بين المجمعات الاستهلاكية والشوادر والسيارات المتنقلة. بنضخ يوميا من 100 الى 150 طن لحوم زي ما حضرتك شايف في مجزر البساتين. هنا بنوزع على شركات المجمعات الاستهلاكيه حوالي 1300 مجمع، من ضمنها 30 معرض للشركه المصريه للحوم والدواجن. السوداني زي ما حضرتك شايفه البلدي الطازه ب 285 جنيه، ايضا جبنا لحوم طازه بلدي من جيبوتي سعر الكيلو 335، استوردنا ايضا حوالي 5000 من اللحم الضاني المبرد من دوله أورجواي بنطرح الكيلو ب 335، وفي ضاني بلدي أيضا ب 360 جنيه. الشركة متوفرة فيها اللحوم، لحوم آمنة تماما ذات جودة عالية، بتكشف عليها بيطري في عدة مراحل قبل الذبيح وبعد الذبيح، وفور وصولها المجزر عندنا هنا بيتم إعادة كشف بيطري مرة أخرى للتأكد من سلامة اللحوم. اللحوم أسعارها بتقل عن السوق المحلي من 30 ل 40%، وده يعني توجه من القيادة السياسية إن احنا يبقى في تريح الأسعار، لأن الأسعار بره لو قارنتها زي ما بقول لحضرتك 40% فرق، فده برضو رقم. اللحوم متوفرة في المجمعات 1350 منفذ على مستوى الجمهورية، علاوة على الشوادر والسيارات المتنقلة. احنا بنستعد هنا لعيد الأضحى المبارك قبل العيد بحوالي 15 يوم، طبعا مجهزين كميات كبيرة جدا من الأبقار السودانية والجيبوتي، طبعا كميات لا تقل عن 50 طن يوميا متضخ في المجمعات الاستهلاكيه، علاوه على ضاني بلدي بيضخ في المجمعات الاستهلاكيه، علاوه على ضاني أورجواي مجمد.